وحول الانطباعات والآراء بعض من النساء المشاركات في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فلقد عبرنا البعض منهن عن انطباعاتهن وما يعني لهن هذا اليوم. نتابع ما جاء في هذه الآراء. نحن النساء الشاديين نحن اليوم فخورين لكونه عندنا يعني الرئيس الجمهورية رفيق إدريس ديبيتنو وزوجته هند ديبيتنو، يعني واقفين مع النساء الشاديين في كل المجالات ويدافعوا أن المرأة تدخل في حقوقها، وده يعني لنا شرف نقول لهم شكرا في كل عمل القاعدين يعملوها من جهة المرأة الشادية. شوري العيد السنة عيد المرأة بيجي عيد رسمي، فأعرف شنو السنة ده بيجي، أنا شايفة ده العيد السنة بيجي فاتا عن السنين الفاتة الأوين شالوا النية، يعني ما شرطا يشوفوا القروش، هم عندي ما يعني هدف، يعني المرأة هي أم وأخت، يعني تشيف الإيد المرأة ده يعني بخصها هي زيادة عشان تعرفي شنو السنة الأوين، يعني في إيد المرأة ده يتألموا شغل كتير. شفت عنا كل شيء كان المرأة بس وترى يكون شيء كبير وشديد، شفتوا اليوم كم الأوين مرقوا، الرئيس قال نبدأ لكم من 30% ولكن نوديكم لحد 50 و2 لحد 100%، واليوم العوين وصفنا أن السيز مزير ده قبلناه وماشين قدام، وبدا سيز مزير ولا ما سيز مزير العوين اليوم مرقوا مشلك وعنينا ورا الرئيس الشاد لبن يعني الشاد. والله اليوم ده أنا فرحان جدا، والدفيلين فرما فرحاني وأجب ذات الدفيلين، السنة أنا ما مشي السنين الفاتوا، السنة نشيف المرأة ده في الحكومة وفي الأسكر وفي البريفي وين كل العوين، بس ما شاء الله فرحانين بجدا. سيدة الرئيسة مرت الرئيس هند ديبيتنو نشكرها ونشكر أخواتي التشاهدين كلكم، ما شاء الله وما شاء الله، ونلعب دور كثير ودائما نكونوا جاهدين، دائما تكون المرأة الشادية تكون دائما كده مرأة الأكتيف، مرأة الأكتيف، ودائما أني هنا وافقين أنينا أمهات الأولاد وأمهات البنات، أنينا بس القوت حق المرأة في كل مكان، أي المرأة التشادية دائما وافقة، والمرأة التشادية المرأة التشادية القوية ما لها مثال، لأن مرأة التشادية مرأة أفريقية هي في أي شيء هي أول، كان في النضال، كان في البيت، كان في العسكرية، يعني في الدراسة وفي التربية، يعني مرة التشادية مرة قوية قوية جداً.